السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون شرح تحديات سكن ميستيك او تحديات نهضة ميستيك. طبعا شباب، قبل بداية مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم جديد بالقناة ومو مشترك فيها اتمنى انه يشترك فيها وفعل زر الجرس، واتمنى اهم شيء انك تدعم مقطع بلايك. طبعا لا تنسوا انك تستخدم كود الدعم YZYZET تحفظوا عندكم في لايتوم شوب او تشتروا في الباتل باس، ويلا نبلش مقطعنا. طبعا الاول نروح على الباتل باس، شرحنا كل السكنات قبل، باقي مستيك. طبعا سكن مستيك بيفتح عندك على ليفل 80، حلو. في شيء مقفل لها كمان؟ لا، على ليفل 86 الى حركة خاصة. هاي الحركة ميزتها انه انت لما تذبح اي شخص بسكن مستيك، ذبحت اي شخص فنشته، بعد ما تفنشه بترقص رقصتها الخاصة، بتحول شكلك لشكل السكن اللي ذبحته، شو ما كان السكن بصير السكن معاك بس بالجيم. فهاي الرقصة خاصة فيها، حتى تفتحها لازم تكون واصل ليفل 86 وتخلص 3 تحديات. فبنحول لغة عربي وشير فيس كام حتى اسوي التحديات قدامكم. طبعا اسم الرقصة بالعربي متحولة، وهذا هم 3 تحديات. اول تحدي استخدم كمية الهاتف في شخصية ميستيك، تحدي سهل بسيط، لازم تكون لابس لبس ميستيك الشخصية نفسها وتستخدم كمية الهاتف اللي بتخليك تتحول. هسه بنسويها. طبعا اول شيء بتروح على اللاكر او الخزانة بتحط سكن ميستيك، فبندخل جيم وبنسوي التحدي. طبعا كمية الهاتف المقصود فيها اللي هي الكابينة اللي بتدخلها وبتحول شخصيتك الى شكل شخصية التابعون. في تابعون بكل منطقة مثلا، وبكون حواليهم كابينة هاتف، تدخل داخل الكابينة حتى تتحول شكلك زي شكلهم، تتنكر يعني تنكر. ففي واحدة بقليم دوم اللي هي بليزنت بارك القديمة، طبعا هذه الحمراء، بس ادخل داخلها اتنكر. خلصنا التحدي الاول مثل ما تشوفوا قدامكم، ننتقل للتحدي الثاني. طبعا التحدي الثاني اللي هو ثواني بين الحق ضررا باستخدام مسدسات نادرة مختلفة بشخصية ميستيك. يعني فكرة التحدي بدك تدمج خصومك بثلاث انواع مختلفة من المسدسات، نفس المسدس بس الوان مختلفة. يعني دمج خصمك مسدس ابيض، بعدين دمج خصمك مسدس اخضر، بعدين دمج خصمك مثلا مسدس ازرق، وهكذا. انا حاسبيني واحد من ثلاث، مو عارف ليش. المهم بدك ثلاث مسدسات، ابيض واخضر وازرق، تدمج فيهم خصومك اي دمج. فبنحاول نسوي التحدي، المهم لازم بشخصية ميستيك نفسها البنت هذه. يلا، يعني اذا بدك تخلصه بجيم واحد لازم يكون معك 3 انواع من المسدسات او 3 الوان، واحتمال ما تلقاهم. يعني نقول ان شاء الله نلقى 3 الوان. انا اصلا حاسبيني واحد من 3، مو عارف ليش. شكلي مخلص التحدي بالابيض، فباقي لي الاخضر والازرق. طبعا شباب بالتيم رامبل ما في الا اسلحه ازرق مثل ما تشوفوا قدامكم، مسدسات، واتوقع في جولد. فمش عارف، احترت انا نلعب سولو عادي ولا نلعب تيم رامبل. التيم رامبل احسن، بس بنفس اللحظه ما راح تلقى مسدس اخضر، راح تلاقي بس ازرق بكثره متوفر. واذا بدك واحد جولد اتوقع بصعوبه تلقى مسدس جولد ليجندري، يعني بدك كانه شيستات او انه بيكون بدروب، مو عارف كيف. بقول حاول خلصهم بالسولو احسن لك، معناته لانه الاخضر مش راح يكون متوفر في التيم رامبل. انا على كل حال ما دام اني داخل الجيم وداخله بدمج واحد بالازرق، بضل لي الاخضر بسويه بجيم سولو لحاله. اكل دمج مني. يلا نحسب، انحسب انحسب، كل هالدمج ما انحسب. بدك تصيدني، انحسب، بده يصيدني الورق. شوف كيف بدي موت هسه. المهم خلصنا الندرة الثانية، شايفين التحديات، بقينا ندرة واحدة هي المسدس الاخضر. فبنطلع جيم، نفوت جيم سولو، بدي اعمل حفلة والله. يمكن 10 دقائق ودور على مسدس اخضر. تعال يا ولد، هسه بذبحوني، تعال. وهسه بموت، ما بعرف ادمج فيه واحد. اخيرا هسه صار بدنا واحد ندمجه، يقولوا في فايت هون. طب بدنا نغدر واحد غدر، لو دمج واحد ينحسب. طب ادمجك وتذبحني؟ بس ادمجك. ايوه خاوة دمجتك، خلص ذبحني، ما عنديش العب. المهم بعد ما خلصت التحدي الثاني بصعوبة ننتقل للتحدي الثالث. التحدي الثالث ارقص بشخصية ميستيك بعد اقصاء خصم.
يعني بدك تذبح واحد قتل واحد يعني تقتله تفنشه، بعد ما تقتله بترقص الرقصة الخاصة اللي اسمها رقصة متحولة، وبحولوا لك سكنك لسكنه، بفتحوا لك الرقصة يعني. هاي آخر تحدي مطلوب منك، فلازم شخصية ميستيك نفسها تفوت تفوت أي جيم. فيفضل تفوت تيم رامبل، تذبح واحد بسهولة وترقص الرقصة يلا. وهاي الرقصة المقفلة لما تذبح وبترقصها على طول تفتح عندك، وبتخلص التحدي الثالث وبعطوك رقصة متحولة يلا. بيلعب تيم رامبل وقاعد يعرق علي. تيم رامبل تلعب يا بوي انت، شو تلعب؟ طلع. اقعد. خلص خلص شدقن. خلصت تحدي هيك انا. خلصت تحدي، ذبحت واحد، بعد ما تذبح واحد سواء ذبحك الثاني او خلاك عايش ترقص الرقصة. يا سلام، تحولت لقروت، انا ذبحته كان سكن قروت. وهيك شباب بنكون خلصنا تحديات نهضة ميستيك كاملة مكملة. فأتمنى من كل واحد فيكم استفاد من المقطع انه ينشره بكل مكان حتى الكل يستفيد. طبعا لا تنسوا تشاركوا بالجيف اوي، راح يكون لحسبة $5 لثلاث اشخاص، راح احط لكم بالوصف رابط مقطع الجيف اوي. بتمشوا للنهاية لاني بالنهاية تكلمت عن الجيف اوي. وبس شباب اتمنى بنهاية مقطعنا، اذا كنت جديد في القناة اتمنى انك تشترك فيها وتفعل زر الجرس، واتمنى انك تدعم مقطع بلايك. وبس شباب ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة. أول راكب أول راكب. أنا وياك هذول. أخذت أول واحد. سيارة جنبي. ترى دمرها التاكسي مشانه. حطني إياها على الجبل. أي والله قريبها. كفو كفو كفو. اللي بعده. كفو قربنا نصير الأول. ملك التاكسي يلا 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 والله قريب هذا. كفو يلا يلا الاول كفو 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 يلا حلو صورة والله انك كفو. ما ظل عندي ناس اركبهم ليش؟ حرام انا بعيد عنهم كثير، حرام لو عندي واحد كان وصلته. يلا 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 حرام. لا والله معي واحد حرام. بس كفو والله خوام نوم.